أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الآن كلمة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والتي يوجهها إلى الأمة بمناسبة الذكرى 40 لانتصار 10 من رمضان. وكل عام أنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الأخوة المواطنون، شعب مصر العظيم، يطيب لي أن يجيء أول خطاب لي إليكم في مناسبة النصر المجيد في حرب 10 من رمضان 6 أكتوبر، امتثالا لإرادتكم التي أملت علينا خارطة لمستقبل الوطن. تلك الإرادة التي تجلت دونما تأويل في جماهير الشعب المصري التي خرجت في 30 يونيو 2013 استكمالا لأهداف ثورة شعبنا في 25 يناير 2011، ومعلنة بأن صاحب الشرعية الأصيل هو هذا الشعب المصري العظيم. امتثالا لتلك الإرادة جاء تشكيل حكومة وطنية من الكفاءات القادرة على القيام على تحديات اللحظة الدقيقة، خطوة سبقها إعلان واضح عن مسار لتصحيح معوج في الوضع الدستوري، ثم تلتها خطوة تأسيس إطار وطني مؤسسي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أطلقناها في اليوم الأول من شهر رمضان المعظم. إن إطار العدالة والمصالحة يتجه إلى الجميع دون إقصاء أو استثناء، ولقد دعونا مؤسسات الدولة والمجتمع للعمل معا على إنجاز هدف السلم المجتمعي القائم على العدالة وسيادة القانون وقيم التعايش الإنساني. الأخوة المواطنون، لقد أذهل شعبنا وجيشنا العالم قبل 40 عاما في حرب 10 من رمضان، ثم عادت بلادنا لتذهل العالم من جديد في 25 يناير و30 يونيو. إنها عبقرية الإنسان في بلد طالما وصفه المفكرون بعبقرية المكان. الأخوة المواطنون، لقد كانت نكسة 67 استثناء صادما على تاريخ عظيم خاض شعبنا وجيشنا محنة كبرى كانت قاسية على النفس ثقيلة على العقل. كان تقدير الكثيرين أنها محنة دائمة وهزيمة حاسمة. لم يدرك هؤلاء فلسفة التاريخ الكامنة في هذا الوطن، كما أنهم لم يدركوا أن آلاف السنين من الحضارة لا يمكنها أن تزول بفعل عاصفة عنيفة مهما كان حجمها ومهما علت شدتها. لقد أمكن للمصريين أن يبصروا الخطى وسط الغبار، وأن يسلكوا الطريق بين الركام، وأن يعطوا للعالم درسا في صناعة الأمل. لقد أمكن لشعبنا وجيشنا أن يخوض حرب الاستنزاف المجيدة بعد أيام من الهزيمة، ثم جاءت حرب 10 من رمضان 6 أكتوبر، واستطاع الجيش المصري العظيم أن يحقق انتصارا أسطوريا كان حديث العالم ولا يزال. الأخوة المواطنون، إننا حين نتذكر بكل الفخر تلك الأيام المجيدة من تاريخ بلادنا إنما نجدد الأمل في نفوسنا. إنما كان مستحيلا جعله المصريون واقعا، وما كان بعيدا جعلوه قريبا، وما كان في نطاق لا ممكن أدخلوه إلى عالم الممكن. ومن هنا يأتي الأمل في تجاوز اللحظة الراهنة إلى مستقبل مشرق.
إننا نمر بمرحلة حاسمة من تاريخ مصر يريد لها البعض أن تكون طريقا إلى المجهول، ونريد لها أن تكون طريقا إلى الأفضل. يريد لها البعض أن تكون مقدمة للفوضى، ونريد لها أن تكون مقدمة للاستقرار. يريدون لها أن تكون مدخلا إلى العنف والدماء، ونريد لها أن تكون تأسيسا لصون الحياة وترسيخ حقوق الإنسان. إننا ندرك تماما أن الذين يريدون طريق الدماء يرفعون رايات خادعة وشعارات كاذبة. إنهم يدفعون الوطن إلى حافة الهاوية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإخوة المواطنون، إنني أؤكد لكم جميعا التزامي والتزام الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا. لن يأخذنا الخوف ولا الفزع، ولن تأخذنا بالذين يقتلون الأبرياء هوادة أو تهاون. سنخوض معركة الأمن حتى النهاية. سنحافظ على الثورة، سنبني الوطن، سنمضي دون تردد إلى الأمام. لن تعود حركة التاريخ إلى الخلف، ولن يقطع أحد طريق شعبنا نحو الحرية والاستقرار. إننا ندرك أننا جزء أساسي من هذا العالم، وندرك أننا لا يمكننا أن ننشغل بتحديات الداخل عن متغيرات الخارج، وندرك كذلك أن ثورة شعبنا العظيم في 30 يونيو لم تكن فحسب من أجل تحسين المعيشة وجودة الحياة، بل كانت أيضا من أجل عودة الدور والمكانة. إننا نؤمن بالسلام والتعاون بين دول وشعوب العالم، ونمد أيدينا لأنصار السلام والرخاء في جنبات الأرض، وسنعمل على تأكيد دورنا اللائق في مسار الفكر العالمي وفي مسيرة القرن 21. لن يأخذنا الماضي من الحاضر، ولن يشغلنا الداخل عن المستقبل، وسنمضي باتجاه صياغة الوظيفة الحضارية للدولة المصرية. إنني أجدد التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة نجاح ثورتنا، وبمناسبة نصر العاشر من رمضان 6 أكتوبر، داعيا الله عز وجل أن يحيطنا برعايته ويشملنا برحمته، وأن يسدد خطانا على الطريق المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. حفظ الله مصر، والسلام عليكم ورحمة الله.